عاوزين نخاطب الناس كلها. ما في ناس هنا جاهله ما بتعرفش صح؟ مش في ناس هنا جاهله ما بتعرفش؟ بس الناس ما خاطبتهمش ليه؟ الناس اللي حضرتك بتقول عليهم انا لوني ما خاطبهمش، لا لونه يخاطبهم صح؟ صح بالظبط. عاوز اقول لحضرتك انا بخاطب يعني انا بخاطب لازم معينه اللي لا لازم لك لازم النهارده حب مصر صح، وهي ليك طلبات غير انك تحب مصر هي والاختلاف ما فيش مشكله صح. لازم النهارده عشان بتحب مصر أيوه. مالكش طلب غير ان مصر رافعه رجليها صح؟ صح. صح انا اللي ماجي اخاطب لازم اخاطب الناس كلها. اما كمان عاوز افهمك عشان اعرف تقول ايه حقي مش من حقي. حقك هو ليه انت لازم تخاطب نوعيه معينه؟ لا انا مش نازل اخاطب عينه معينه. انا بقول لحضرتك حاجه، انا يعني في لوني ده انا بحب اللون ده وبعرف ما بعرفش اعمل غيره فاهمني. اللون ده رامي عصام بيعرف ما بيعرفش يعمل غير الروك. اللون اللي انت قلته كام واحد فهمه؟ ما انا ما فهمتوش وده ما فهموش ما فهموش. ايوه انا بقول ما انت ممكن توصل انت بص اللون بتاعك ده ممكن توصله لو انت قاعد مثلا في حفله خاصه في الجامعه في الجامعه او كذا. في حاجه اسمها بني ثقافه، يعني انت احنا مجرد احنا بنعمله ده احنا بنبني ثقافه جديده اسمها ثقافه الهيب هوب. ثقافه الهيب هوب يعني الراب المصري بنبنيها، دي اصلا يعني ثقافه اصلا مصريه، دي ثقافه مصريه متاخده من العرب اصلا من ايام الموشحات الاندلسيه وكده ده، وراح بره اتعدل ورجع على الدرجه ده اصلنا. فانت جيت قلته مره واحده. طب انت ما انا هقول لحضرتك حاجه بس انت مهدت لي. طب انت ما هو المفروض اللي واقف ده كان يمهد عشان اعرف انت عاوز تقول ايه. ايوه لكن انت نزلت قلتها مره واحده ما مهدتنيش ان انا اعرف انت عاوز تقول ايه صح؟ ما انا عاوز اعرف انت عاوز تقول ايه، لان انت نازل النهارده في موسوعه كده موجوده اناشيد وتواشيح وكان في كلام دين وفي كلام رجال الدين المسيحي. طب احنا الناس كلها فهمت ان كلام واحد. طب احنا عاوزين نفهم انت قلت ايه عشان الناس كلها تفهمه. ده فن جديد الطبقه بتاعه الجامعه فاهم، طبقه الجامعه هتبقى حافظه الكلام ده. انت نازل في واحد هنا بجلابيه واقف ما فهمش انت بتقول ايه، هو عمال يسقف وخلاص مش فاهم. لو انت بتشتمه هو مش فاهم، هو مش فاهم. لا مش بالدرجات انت فاهم. لا انا انت فاهم قصدي ايه. ما معلش يعني هو مش تعدى على حريتك، بس هو مفروض ان انا انزل على الاقل حتى اقول الاغنيه اللي اقولها دي بالعربي. انا هقول لكم كذا 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 وبعدين اغنيها بالطريقه بتاعتي. خلينا ممكن كلام ايه ده يا ثوره شباب لا عربي عشان ننظم الكلام. ننظم الكلام انت بس. الثقافه تسمح بالاختلاف، الديمقراطيه ودي حريه. احنا وصلنا لمرحله ان ممكن نختلف لكن ننفع نتناقش بدون ما نستطيع. بس وجهه النظر بتاعت استاذ احمد هو بيتكلم مش في الموسيقى ولا في الفن، ده فن جميل، لكن في الكلمات نفسها. في الكلمات نفسها انها ممكن تكون خارجه شويه واخد بالك انت، او تسيء واخد بالك انت لبعض الشخصيات. انا ممكن اقول اللي انا عاوز اقوله واخد بالك بكلمات ما تخترقش حدود الادب اللي احنا عشنا عليها وتربينا عليها كمصريين. انا اقول لحضرتك حاجه، احنا كده وصلنا نقطه جميله. نرجع شباب عشان التراك ده بيتكلم عن كذا فاهمني. تاني تراك اسمه تحرير شو، قلت التراك ده عباره عن برنامج بيعرض كذا وكذا وكذا، فصصت التراك. تالت تراك قلت التراك ده عشان الناس اللي نظفوا الشوارع، انا عملته البلد دي اسمها طنطا، عملت لها التراك ده عشان احنا نظفنا الشوارع. انا مبسوط ان انا نظفت الشارع فعملت تراك لنفسي. يعني اسمه فن الشوارع اللي هو انت يعني زي ما انا بكلم اي وضع انا بعبر عن نفسي في اي وضع. على ميوت شغل اسكندراني لا انا بتكلم معاه في حوار خاص. فهمت قصدي حضرتك؟ انا فصصت التراكات كلها، قلت اول تراك بيتكلم عن كذا، احنا الثوره، انا قلت احنا الثوره عشان احنا الشباب واحنا اللي عملنا الثوره، عمل التراك ده اسمه احنا الثوره بس فاهمني. مع احترامي ليك يعني انت موجود من بدري، انت شايف ان هو النهارده ده بيعبر عن حب مصر؟ شايف الاحتفاليه دي بتعبر عن حب مصر؟ الاحتفاليه هو اليوم اسمه في حب مصر، هل الثقافات والالوان الفنيه اللي اتقدمت تعبر عن حب مصر؟ مش كلها بصراحه. يعني ايه اللي بيعبر ايه ما بيعبرش؟ لا يعني انا مش فاكر بالظبط ايه اللي نزل، بس في حاجات وحاجات مش كل اللي اتقدم. شفت ايه بيعبر وشفت ايه ما بيعبرش؟ رامي مثلا انت بتعبر عن حب مصر؟ رامي يعني رامي ده قوم يعني ممكن يقوم الدنيا وهي قاعده. ليه الكلام اللي بيقوله ده؟ عاوز ايه من المجلس العسكري تاني؟ عمل له كل اللي هو بيحلم بيه، جاي يشتم ليه النهارده؟ ما ينفعش. انا متشكر لحضرتك ومتشكر لحضرتك ان انت تناقشت معايا، بس انا لازم اسافر والله. انا من طنطا من شنيره. من طنطا؟ من شنيره يعني من الصنطة، فعشان كده انا عاوز اتكلم معاك. بس رامي اللي عمله ده ما ينفعش ابدا. طب بقيت اللي اتقدم ايه رايك فيه؟ الفقره بتاعت رامي هي اللي اساءت الحفله بس خلاص. انا بس لازم انا بس لازم انا بخش على النت واكتب بس اي جي لاينز فاميلي اسم